اليوم مثل ما تشوف المواطن يمشي مترهيب على مدار 24 ساعة، أمن وأمان موجود. ونشكر أيضا المواطن على تعاونه ويا الأجهزة الأمنية، أن تواجد أي خرق أمني يبلغ خلال أقل من 5 ساعات ينتهي الموضوع، وتلاحظ المواطنين نحمد الله ونشكره تواجد موجود. ملازمة والقصي فوج السواد. والله ما شاء الله أجواء كلش حلوة، وإن شاء الله إن شاء الله الأمان على كل المحافظات إن شاء الله يا ربي. طبعا اليوم أكيد تصيبنا فرحة عارمة على مرور عامين من تحرير مدينتنا العزيزة تكريت والعودة لها بسلام، وأكيد هذا اليوم يعتبر يوم مميز لكل أبناء المدينة والمحافظتنا العزيزة والعراقنا الحبيب، وإن شاء الله دائما يعم الأمن والأمان على مدينتنا العزيزة. طبعا طقوس الفرح اليوم الحمد لله الناس محتفلين وبتعاون الحمد لله من القوات الأمنية والحشد الشعبي وكل صنف الجيش، يعني الأمور تمشي تمام وسلسلة الحمد لله. عندنا فعاليات عديدة، وهلا مهرجان الصور والشعر والشعر اللي راح يسوي قصائد اللي يوم الأحد القادم إن شاء الله بمناسبة الذكرى الثانية تحرير مدينة تكريت، لنزرع المحبة والسلام أيضا، ونوصل رسالة أخرى عن فيلم وثائقي عن تكريت أثناء دخول داعش، كيف نزحت وكيف تحملت ما تحملت من نزوح، وكيف عادت بفضل القوات الأمنية والحشد الشعبي وتكاتف الجميع. الآن أنت كما تلاحظون الأفراح مستمرة في مدينة تكريت وتستمر بفضل التكاتف الجميع مع القوات الأمنية والحكومة المحلية والحكومة المركزية في سبيل تحقيق ما تحققه الأمن.